أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا إن هذا له الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يحطمنكم سليمان
وهم لا يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى أتوا على وادي النمل قالت حتى قالت
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحشر لسليمان جنوده والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الله لا إله إلا هو الله لا
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا كذلك يفعلون
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. والأمر إليك فانظري وكذلك يفعلون. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بما قال أتمدونني بما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال
قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا أدخل الصر وأسلمت مع سليمان لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى فأنبتنا فيها حبا
الحب وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا حدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى
بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله هما في الغار إذ
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.